25 سنة فاتوا على التلميذ الصعيدي اللي طلع من الأوائل على الجمهورية وجه القاهرة علشان يدخل الجامعة الأمريكية ويتصدم باختلاف الأفكار والطبقات الاجتماعية ويقدر يقاوم كل الصعوبات دي علشان يبقى من أوائل دفعته ويغير في زمايله وحياتهم. طيب يا ترى النهاردة حياة خلف الدهشوري خلف عاملة ازاي؟ الفنان محمد هنيدي أكد في تصريحات جديدة ليه إن الجزء الثاني من فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية هيتعامل 100% وإنهم بيحضروا ليه من فترة وقريب جدا هيدخل مرحلة التصوير. طيب مين بقى اللي بيحضروا وهنيدي اتفق مع مين؟ محدش يعرف. هنيدي بيأكد إن كل أبطال العمل هيكونوا متواجدين تاني في الوقت اللي الدكتور مدحت العدل مؤلف صعيدي في الجامعة الأمريكية بيأكد برضو إن مفيش جزء تاني ومحدش كلمه علشان الموضوع ده. طيب إيه الحكاية؟ مدحت العدل بآخر تصريحات ليه قال إن ما اتفقش على أي حاجة ليها علاقة بالجزء التاني لفيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، وكلام هنيدي كل شوية عن إنه في جزء تاني عمل بينهم مشكلة كبيرة وشكله كده ناوي يغير المؤلف. إصرار مدحت العدل على نفي تنفيذ الفيلم في الوقت اللي هنيدي بيقول فيه إنه كاتب حاجة جميلة بيقول إن في مشاكل كتير بينهم وتحديداً بعد هنيدي ما بقى بينتج أفلامه، ده معناه إنه هيتدخل في كل حاجة والعدلية ما بيحبوش حد يمشي كلام عليهم، خصوصاً إن مدحت نفسه قال قبل كده إنه بيكتب الفيلم فعلاً وناويين ينزلوه خلال 2023 اللي بدأت بطرح فيلم نبيل الجميل أخصائي التجميل اللي عمل قلق حوالين عمليات التجميل وانتقد الناس اللي بتعمل كده شويتين زيادة. صعيدي في الجامعة الأمريكية كان فتحة خير على كل أبطاله من بعد ما بقى محمد هنيدي نجم شباك وحقق نجاح كبير في همام في أمستردام وبيليا ودماغه العالية وصاحب صاحبه وجاء أنا البيان التالي. كانت الفترة دي هو ملك الكوميديا في السينما وزيه منى زكي وغادة عادل بقوا بطلات أفلام كبيرة ومهمة، وما كنتش هتلاقي فيلم ينزل الفترة دي ما فيهوش واحدة منهم، وخد أحمد السقا سكة الأكشن اللي حصلوا فيها طارق لطفي بعد ما انشغل شوية بالدراما والمسلسلات، سكة مختلفة ولكنها كلها كانت ناجحة وخلتهم النهاردة من أشطر وأشهر الفنانين على الساحة. بس في ناس ما قدرتش تحافظ على نفس النجاح ده، منهم هشام المنيجي، هشام بتاع الكحرطة الدنيا ما ادتلوش قوي زي زمايله وعاش رايق كده مع نفسه، يظهر في افلام زي بوحة ومسلسل العصيان ويختفي سنين طويلة ويرجع بمسلسل قضية نسب وفيلم صرخة نملة، بس الاكيد انه الاضواء ما حبتوش زي ما حبت زمايله.